الآن الأستاذ زياد المصري المتحدث باسم شباب ضد الانقلاب ينضم إلينا من مكان ما. أستاذ زياد المصري مساء الخير. ما أهلا وسهلا بك. هل لك أن تطلعنا على بعض ما تحضرونه لذكرى الخامسة للثورة؟ الشارع المصري يبدو المزاج العام الآن يميل إلى يعني حتى من كانوا يؤيدون السيسي الآن الكفة تميل للمعارضين والراغبين في رحيله. السيسي نفسه يبدو قلق وخائف كما قال بعض المحللين ومستعد للرحيل إذا وجد ربما دفعة شعبية أو من أي جهة، لكن وحدها النخبة السياسية لا تبدو متفقة إلى حد الساعة رغم أن يعني ذكرى الثورة لم تعد ببعيدة. أنتم على الأرض ماذا تحذرون؟ هو احنا الشباب بس باختصار شديد عايزين نقول ان الشباب الحمد لله يعني كل التيارات السياسيه الموجوده في الشارع من الشباب بالاخص يعني الحمد لله مجتمعين على هدف واحد وهو اسقاط هذا الانقلاب ورحيله والقصاص للشهداء وعوده يعني عوده المسار الديمقراطي اللي انقلب عليه في 3 يوليو. احنا كشباب احنا المكتب التنفيذي حركه شباب ضد الانقلاب مجتمع يعني في اجتماع من 4 ايام ان شاء الله باذن الله الى ذكرى ثوره يناير بنرصد الشارع بنرصد التحركات بنعد للفتره اللي جايه ان شاء الله يكون تحرك قوي وجديد باذن الله مزلزل ليهم ان شاء الله هيكون حاجه مختلفه تماما عن الفتره اللي فاتت عن الاعمال بتاعتنا الفتره اللي فاتت وهتكون يعني تحركات مفاجئه ليهم ايضا. واحنا كان الاسبوع اللي فات عملنا فعاليتين، فعاليه عند كوبري قصر القبه وفعاليه يعني اتعملت امبارح كانت في ميدان عبد المنعم رياض وميدان المطريه وكان في البحيره في حوش عيسى. يعني طيب سيد زياد المصري، منذ ايام تم توزيع مشاهد لشباب وقالوا بانهم تمكنوا من الوصول الى ميدان التحرير، هذا الكلام صحيح ام مجرد ربما ترويج لبعض المشاهد وليس الدقيقه؟ لا هو احنا فعلا اللي كنا بالقرب من ميدان التحرير في ميدان عبد المنعم رياض. يعني طبعا المكان ده يعني حضرتك عشان تبقى متخيل المكان، هو المكان عباره عن سكنه عسكريه، كل مكان او كل شارع عليه كمائن وعليه سكنات عسكريه، فاحنا الحمد لله استطعنا ان احنا نوصل لميدان عبد المنعم رياض وكل المصريين عارفين ميدان عبد المنعم رياض واهميته وتاريخه في الثوره ثوره يناير. فان شاء الله احنا دي رساله بنقول لهم ان احنا هنوصل لاقرب اماكن ليكم، وبل بالعكس هنفاجئكم باماكن انتم مش هتتخيلوها. طيب قد يقول انصار السيسي وقد يقول من يتابعنا الان بانكم مجرد افراد، اكنتم عشرات او مئات او لنقل حتى الاف، انتم لستم على تواصل مع كل الشعب المصري، اكان في الصعيد اكان في الاسكندريه اكان في غيرها، لا يوجد تحرك عفوي على مستوى شعبي، انتم مجرد افراد ما زلتم تعارضون هذا النظام، ستخرجون وستشكلون حضوركم في اي ساحه ثم تعودون من حيث اتيتم. خلينا نقول بس احنا يعني احنا مش شباب يعني بيخرج كده بدون هدف. احنا في ظلم وقع على المجتمع ككل او على الشعب المصري ككل من فئه معينه ارادت ان هي تورط الجيش في حاجه يعني في قتل شعبه بدل ما الجيش يحرس الحدود. احنا عايزين نقول ان احنا كشباب احنا رسالتنا واضحه جدا جدا، احنا هنستمر في النضال، احنا شفنا زمايلنا واصدقائنا ماتوا قدام عينينا وشلنا جثثهم بايدينا، احنا يستحيل ان احنا نفرط في حقهم ابدا مهما كان. ويعني ثوره يناير او الذكرى القادمه مش شرط تكون الاخيره. طيب سأكون واضح معك سيد المصري أيضا كما كنا مع ضيوفنا السابقين، هل تمكنتم من التواصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض القيادات العسكرية؟ هل أعطيتهم رسائل بأنكم في هذه الذكرى تنوون على فعل كذا وكذا وعلى الجيش أن يبقى على الحياد؟ هل تواصلتم مع بعض النخب السياسية، بعض من هم الآن في السلطة حتى تسهلوا ربما سحب البساط كما يقول البعض؟ يعني نريد أن نعرف أم أن ربما التحرك كما تتحدث هو مجرد قد يبدو مجرد أحلام للبعض؟ لا هو مش، هو خلينا نقول ان التحرك مش احلام، لو هو حلم كان الحلم بيقتل سريعا، يعني الحلم ممكن يقتل سريعا بعدم التواجد في الشارع. يعني هناك خطة واضحة، في خطة واضحة، في تحرك واضح للشباب في الشارع، في ثبات، في صمود، في تحركات ان شاء الله مفاجئة، في يعني ارتباط وهدف ما بيننا وبين القوى الثورية الشبابية بالأخص. احنا الحمد لله يعني الفترة اللي جاية بإذن الله هتكون حاجة كويسة بإذن الله، وكل القوى الثورية اللي هي شاركت في يناير احنا تواصلنا معاها، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في يعني
بيانات وفي امور توضح هذه الخطه اللي احنا اخذناها في الفتره اللي فاتت دي. طيب الاستاذ زياد المصري المتحدث باسم شباب ضد الانقلاب، نشكرك جزيل الشكر معنا.